هذه المسألة موجودة من قديم الزمان، حتى في الجاهلية. هذه الخنساء أخت صخر ومعاوية، لما مات أخوها صخر، وكان أخوها هذا من أحب الناس إليها، كان فارسا شجاعا مغوارا كريما ذا شان وذا قيمة، وقتل في حروب التصفيات بالثار. فقتل لما قتل قالت قذن بعينيك أم بالعين عوار، أم ذرفت أن خلت من أهلها الدار. أي عيني بكت لي فقد الأحبة، وهي تقصد أخاها، هذا أخاها صخر، كأن عيني لذكراه إذا خطرت. فيض يسيل على الخدين مدرار، يعني كما يسيل المطر تسيل الدموع، هي تقول.